السلام عليكم أعزائي الطلاب، اليوم راح نكمل موضوعنا وين ما توقفنا بمادة الإحصاء Variance and Standard Deviation. نجي المفهوم الأول اللي هو Standard Deviation. Standard Deviation is measure of how separate out values are and its symbol is sigma. يعني هو قياس لمدى انتشار القيم. أما الفاريانس the average of the squared difference from the mean. هو معدل لمجموع مربعات الاختلاف بين القيم والوسط الحسابي للقيم. For example, if we have the following values 149, 300, 199, 550, 650 measured in meter. Find the mean, the variance and the standard deviation. هنا بهذا المثال عندنا ثلاث مطالب. المطلب الأول هو يريد الوسط الحسابي، بعدين يريد الفاريانس and standard deviation. Solution. First step to find the mean. الخطوة الأولى هي إيجاد الوسط الحسابي. الوسط الحسابي نوجده من خلال مجموع القيم على عددها، واللي يساوي لنا هنا مجموع القيم المعطاة على عددها اللي هو 5 يساوي لنا 308. نجي للفاريانس. الفاريانس اللي هو sigma square. To calculate the variance take each difference, square it and then average the result. يقول لمعرفة أو لقياس لحساب الفاريانس نأخذ كل اختلاف بعدين نربعه ثم الخطوة الأخيرة هي أخذ المعدل لهذه النتائج. القيمة الأولى اللي هي 149 ناقص المين اللي هو 308 يساوي لنا سالب 159 اللي موضح بهذا السهم البرتقالي. القيمة الثانية 300 ناقص 308 يساوي لنا سالب 8. 199 ناقص 308 يساوي لنا سالب 109 هاي القيمة الثالثة، وأيضا القيمة الرابعة والقيمة الخامسة. الخطوة اللي بعدها راح ناخذ مجموع مربعات القيم على عددهن، مجموع مربعات الاختلافات أو القيم الجديدة الناتجة على عددهن، راح نحصل على الفاريانس اللي هنا. بالنسبة للستاندرد ديفيشن اللي هو الرمز مالته السيجما فقط، نقدر نحصل عليه من خلال وضع العدد أو الناتج اللي طلع عندنا من الفاريانس تحت الجذر، راح نحصل على ستاندرد ديفيشن اللي هو 206.27. يعني بالبداية إذا طلب منا ستاندرد ديفيشن والفاريانس، نوجد الفاريانس بعدين نوضع الناتج اللي يطلع لنا من الفاريانس تحت الجذر، راح نحصل على ستاندرد ديفيشن. الموضوع اللي بعده هو البوبليشن فاريانس، التباين المجتمعي. The population variance is found by the formula. يمكن إيجاده بالصيغة التالية: sigma square equal summation of yi minus mu square divided by n capital. الواي هنا تعني yi the value of observation in population، هي مجموع المشاهدات في المجتمع. الميو the mean of society، معدل المجتمع اللي هو summation yi على الn على عدد. n capital total of observation in population. راح نشوف الخطوة اللي بعدها مثال على هذا الشيء. For example, the age of oil wells in a specific field are 38, 26, 13, 41, 22 years. Find the population variance for the population. يقول أعمار آبار نفطية في مجمع حقلي نفطي واحد هو 38, 26, 13, 41, 22 عفوا مقاسا بالسنوات. أوجد population variance في هذا المجتمع. الحل، نجي بالبداية أول ما نوضع القانون اللي يقول sigma square equal summation of yi ناقص الميو مقسمة على مرفوعة القوة 2 مقسمة على n capital. بداية نعمل هذا الجدول المبين اللي هو بالبداية نوضع القيم المعطاة في الجدول الأول اللي هي 38, 26, 13, 41,
22. بعدين ايش نحتاج؟ نحتاج جدول يحتوي على واي اي ناقص الميو، ونحتاج واي اي ناقص الميو تربيع حتى نتخلص من الإشارة، واحنا ايضا نحتاجها بالقانون ان موجودة عندنا اللي هي 140. هسه نجي للخطوات. الخطوة الاولى هاي عندنا معلوم وهذا معلوم، الميو مجهول. الميو شو تساوي لنا؟ اللي هي mean of population variance اللي هي sigma yi divided by n. 140 على 5 يساوي لنا 28. اذا نجي نطبقها بالقانون وراح تطلع عندنا السيجما سكوير هي 106.8. ننتقل للموضوع اللي بعده اللي هو population standard deviation. By taking the square root of the population variance and call it the population standard deviation in term of formula sigma equal تحت الجذر summation of yi ناقص mu كل تربيع divided by n. يعني نفس القانون فقط نوضعه تحت الجذر حتى نتخلص من التربيع، راح يطلع لنا population standard deviation. بالنسبة للمثال السابق إذا أردنا نحصل population standard deviation أيضا فقط ناخذ الناتج ونوضع تحت الجذر وراح يطلع لنا population standard deviation اللي هو 10.3. الموضوع اللي بعده اللي هو sample variance. أخذنا ال population variance، هسه ناخذ sample variance. formula of sample variance is similar to formula of population variance. يعني الصيغة اللي تخص sample variance هي نفسها أو قريبة على ال population variance، فقط هنالك تغييرات في ال y dash بدل ال mu، وال n ناقص واحد بدل ال n capital راح تصير. مثل ما تشوفون ال population variance اللي هي sigma square راح تصير sample variance اللي هي s square، وبدل الميو راح نستخدم الواي داش. تبقى نفس المفاهيم ايضا، ال n capital هنا راح تصير n minus 1. For example the price of drilling for 5 oil wells. هنا السعر لحفر 5 آبار نفطية estimate at مليون دولار، مقدرا بالمليون دولار هي 2, 10, 6, 8, 9. find the symbol variance. هنا معطينا أيضا المشاهدات أو الـ observation value، يريد منه الـ symbol variance اللي هو هذا قانون S square equal summation yi minus y dash كل سكوير divided by n minus 1. solution by using the square deviation from the mean نوجد ال y dash يساوي لنا summation of yi divided by n وتساوي لنا 35 تقسيم 5 يساوي لنا 7 مليون. الباقيات نقدر نمثلهن بالبداية. نمثل لنا أهم شيء بالحل هو نرسم جدول حتى نوضح بآلية الحل. الجدول الأول يحتوي على العمود الأول على الأسعار، العمود الثاني yi ناقص y داش بدون إزالة للعلامات، الجدول الثالث yi ناقص y داش والكل تربيع حتى نتخلص من العلامة. أيضا نجي نطبق الناتج اللي طلع عندنا بالقانون اللي هو S square اللي هو sample variance، راح نحصل على sample variance sample standard deviation. sample standard deviation is the square root of sample variance and can find it by the formula s equal under root summation of yi minus y dash all square divided by n minus 1. يعني نستطيع ايجاده من خلال المعادلة التالية أو الصيغة التالية. مثال على ذلك المثال السابق sample variance is 10. مثال السابق sample variance كان عندنا هو 10، لذا sample standard deviation نستطيع إيجاده من خلال
الجذر التربيعي للسمبل فاريانس اللي هو 10، يعني 10 تحت الجذر يساوينا 3.1 اللي هو سمبل ستاندرد ديفيشن. أيضا نجي ناخذ الستاندرد ديفيشن تو جروب الداتا. In the data of frequency distribution, the sample standard deviation comes approximately by substitution of summation fy square for summation y square and summation fyi for summation I. يعني استبدلنا sample standard deviation أيضا أضفنا له فقط اللي هو for group data أضفنا له الفريكوانسي في هذه الصيغة وفي هذه الصيغة. استبدلنا سيجما واي سكوير وأضفنا بدالها سيجما اف واي سكوير، وهنا سيجما واي سكوير أضفنا بدالها سيجما اف واي سكوير. For example أخذنا هاي الكلاسات موجودة عندنا، كم كلاس؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. الفريكوانسي مالته ايضا موجود اللي هي 3 7 11 22 40 24 9 4، والان مالته اللي هو 120 total frequency. الواي هنا ميد بوينت اوف كلاس، اف كلاس فريكوانسي، ان سمول total number of sample observation. From the below table find the standard deviation. هذا راح يكون homework لكم حتى تجدون the standard deviation. شنو تحتاجون من القانون وشنو تحتاجون بهاي التابلات راح تجدونه. أريد أرسل من خلال الموديل. وشكرا جزيلا للإصغاء.